السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل برنامج ظريف، هسأل الراجل اسمك ايه وبعد كده هقول له كل سنة طيب يا احمد يا محمود زي ما هو يكتب اسمه. فانا محتاج ان انا اعمل variable واسميه name مثلا، تمام، وهسأله بقى السؤال بتاعي. فهاجي هنا من الستيتمنت واقول له input، فاقول له ان في فاريبل عندي اللي هو دوت بيتساوي واتس يور نيم، النتيجه اللي هتيجي من هنا هو ده الاسم اللي انا عايزك تذبحه لي. وبعد كده هقول له برنت مثلا هلو نيم. طيب ممكن اجي هنا على تكست واقول له فالجزء الاولاني مثلا كل سنه وانت كذا، وواتس يور نيم دي المتغير اللي اسمه نيم، فاقول له نيم حطه لي هنا، تمام. وتعالى شوف الكود هنا. طيب هنا ممكن نقول له مثلا هابي نيو يير، هابي بيرثداي، بالشكل دوت. يبقى انا كده في الكود بتاعي انا كده بتعلم البرمجه، وتقدر اصلا تجي تكتب هنا اللي انت عايزه. ماشي، اقول له انبوت خد الاسم وابدا ان انت اطبعه لي. طيب خلينا نقول له ابدأ، فيبدأ ان هو يعمل يوريني الاوتبوت اللي هيخرج من هنا. فالمفروض ان هو يسألني على الاسم، فاكتب له مثلا انا اسمي عمر، فيقول لي كل سنة وانت طيب يا عمر. ما اسمك؟ عمر. فيقول لي هابي بريس داي عمر، بس كده.